إذا مشاهدينا الكرام مشاهدي إذا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر غتبغي دان الصوره امامكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في فكيف ما ذكرت سوي لو المهايا موجودين ودايرين 5 دراهم الكيلو جوده عاليه مشاهدي قناه شوف تي في الصوره امامكم كيف ما ذكرت مشاهدينا الكرام فسوي لو المهايا موجودين ثمنهم 5 دراهم الكيلو مشاهدي قناة شوفتي في الصورة أمامكم الخيرات موجودة كل شيء موجود والثمن ب5 دراهم الكيلو جودة عالية مشاهدي قناة شوفتي في الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام كيف ما ذكرت فسويلة هي موجودين وثمنهم 5 دراهم الكيلو فقط جودة عالية مشاهدي قناة شوف تي في إذن الصورة أمامكم مشاهدي قناة شوف تي في لعشاق السويلة والمهاية فخيرات موجودة وثمنهم فدير 5 دراهم الكيلو جودة عالية حبة حبة تبارك الله خيرات سيدي ربي خيرات بلادنا الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في لعشاق السويلة والمهاية ف الخيرات موجودة والجودة جودة عالية ثمن فديرين 5 دراهم الكيلو جودة عالية مشاهدي قناة شوفتي في الصورة أمامكم فالخيرات تبارك الله خيرات يا ربي كيف ما ذكرت ثمن مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوفتي في 5 دراهم الكيلو جودة عالية مشاهدي قناة شوفتي في دائما الصورة أمامكم على المباشر من نواحي من سلمان كيف ما ذكرت أغلى الفاكهة السويلة والمهاية فموجودين وثمنهم مناسب مشاهدي قناة شوفتي في فدايرين 5 دراهم الكيلو مشاهدينا الكرام إذن دائما الصورة أمامكم مشاهدي قناة شوف تي في السويلة والمهاية موجودين وثمنهم فدير 5 دراهم الكيلو جودة عالية مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في الخيرات موجودة كل شيء موجود لعشاق السويلة والمهاية فالخير موجود والثمن مناسب الثمن ديالهم دير 5 دراهم الكيلو مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في فأبقى لي أن أودعكم دمتم في رعاية الله نلتقي في بث مباشر آخر إلى اللقاء مشاهدينا الكرام.